السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافر وتحليل يونت 2 للصف الرابع الأساسي للفصل الدراسي الأول لمنهج سلطنة عمان. نشاهد هنا يونت 2، نحن الآن في الوحدة الثانية. هنا كلمات، طبعا الطالب يكتب الكلمات التي ننطق فيها حرف، هذا الحرف الكاء س، ومرة نكتبها ك. طبعا القاعدة تقول إذا أتى بعدها آي أو واي أو إي كما هنا ننطقها س، ننطقها س وليس ك. هنا نلاحظ، إذا نلاحظ هنا سيركل، هذا نطقناها س لأن أتى بعدها، هنا نلاحظ حرف الآي، إذا أتى بعدها حرف الآي ننطقها ماذا؟ إذا سنجعلها باللون هذا، طبعا ما واضح، سنجعلها باللون البنفسجي. أما الأخضر سنجعلها باللون الأخضر لا بالبنفسجي. طبعا هنا أتى بعدها حرف الآي فننطقها س س، فنقول سيركل. أما هذه لم يأتي بعدها لا آي ولا واي ولا إي فننطقها ك، سيركل. فيس، لماذا نطقناها س؟ لأن أتى بعدها حرف الإي، لاحظ إذا فيس ننطقها س. آيس أيضا أتى بعدها حرف الإي، إذا نطقها س. آيس، ما نقول آيك، آيس. دانس، لاحظ هنا دانس. سايكل، أيضا هنا سايكل، أتى بعدها حرف الواي، إذا نقول سايكل وليس كايكل. أما هنا ننطقها ك، لماذا؟ لأن أتى بعدها حرف الإل، إذا هنا تنطق ماذا؟ ك، تنطق ك، سايكل. بنسل، بنسل، لماذا نطقت هذه حرف الإس؟ لأن أتى بعدها آي، كما نلاحظ أتى بعدها حرف الآي، أما هنا لم يأتي بعدها حرف الآي فتنطق ماذا هنا؟ تنطق ك وليس س، هنا تنطق ك. إذا هذا فيما يتعلق بقاعدة متى ننطق هذه. أما هنا بقية الحروف ننطقها ك، هنا كان نلاحظ حرف الآء، كلوك أتى بعدها هنا لا، وهنا ك، إذا كلوك، هنا ك وهنا ك. كات، ما نقول سات، كات. كب، كلا، كلون، إذا هذا كلاون، سوري كلاون، وكلر، وكب، وكات، كلوك، كان، إذا كلهن تنطق ماذا؟ ك. هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة. يمكن للطالب أن يكتب جملة بها كلمات تحتوي على ك، كما نقول the cat can dance on ice، the cat can dance on ice، نلاحظ أحيانا ننطقها ك وأحيانا س. draw a face with a pencil، draw a face with a pencil، إذا هكذا تنطق. طبعا هنا الطالب مطلوب أنه يكتب جمل عن أسرته، طبعا باستخدام I like، أحب الشخص الفلاني في الأسرة، ويذكر السبب، السبب ليش هو يحب هذا الشخص. مثلا I like my brother، أنا أحب أخي because he is clever، هذا طبعا is معناها is، إذا تختصر his، his معناها he is، he is clever يعني أحبه لأنه ذكي. I like my aunt because she is kind، أنا أحب عمتي أو خالتي because she is kind، لأنها طيبة أو ودودة. يذكر طالب السبب، جميل عشان يتعود يستخدم because. I like my cousin، أنا أحب يعني ابن عمي للطالبة، أنا أحب ابنة عمي أو ابنة خالي because، طبعا الطالب يكتب إذا ابن عمه he is clever، للطالبة مثلا she is clever، إذا cousin معناها أبناء العم أو أبناء الخال أو أبناء العمات وأبناء الخالات، بنات العمات بنات الخالات، كلها معناها كازن، كلهم هذا لما يسوي كازن، إذا أولاد عمك أولاد عمتك أولاد خالك أولاد خالاتك اسمهم كازنز أبناء العم. نفس الشيء الطالبات، بنات عمها بنات خالها بنات عماتها بنات خالاتها، نفس الشيء كازن. إذا هنا الطالبة تكتب she is clever مثلا. I like my brother، أنا أحب أخي because he is funny، لأنه مرح، إنسان مرح يعني بشوش. I like my sister، أنا أحب أختي because she is happy، لأنها سعيدة. طبعا هنا يغير الضمير حسب الشخص، هنا ما معقول أن يسوي I like my brother ويكتب she، البراذر يسوي له he لأنه مذكر، sister she، مثلا I like my dad أو my father because he is، ما يسوي له she is، للأم she is، للمother أو mom. إذا هكذا يكتب السبب، وهنا يضع صفة الطالب، صفة kind clever funny happy، وهكذا صفات كسبب لأنه هو إنه يحبهم.
هنا طبعا يقرأ الطالب هذه الأشياء. طبعا نلاحظ هنا write opposite words، يكتب عكس النقيض، يعني عكس هذه الصفات يكتب الطالب النقيض. طبعا سيجد في الأمثلة هنا، في هذه عندما يقرأ هنا سيجد تلك الأشياء، سيجدها موجودة داخل هذه الأشياء. طبعا لأنها ما واضح الصورة، تصوير الشاشة، ف ما بنشوفها يعني. المهم thin عكسها fat، thin شخص ذاكر انه شخص هزيل، فعكسها fat، نفس الشيء موجود هنا. small عكسها big، هنا الاوبوزيت، اوبوزيت معناه العكس. long عكسها short، high عكسها low، اذا هاي عكسها ماذا؟ low. curly عكسها straight، curly عكسها straight، هاي اسمها antonyms وليس synonyms. antonyms يعني العكس، يعني المضاد. نيو عكسها اولد، اذا هذا فيما يتعلق بهذا النشاط، الكلمه وعكسها يعني مضادها. طبعا هنا متى نجمع الكلمات، يعني هذا اسم كيف نجمعه وهو ينتهي بواي، ايش نسوي بهذه الواي؟ لها طريقتين، احيانا هذه الواي نحذفها ونخلي بدلها اي. لماذا؟ اذا لم يسبقها حرف علة، يعني ما يجي قبلها حرف علة، سنلاحظ ذلك في الأمثلة. إذا ستوري نلاحظ الواي هنا سبقها آر، سبقها ماذا؟ آر، فلذلك لا نقوم ب، إذا هنا مثلا سبقها هنا آر، إذا سبقها آر لم يسبقها مثلا حرف علة، فماذا نفعل بها؟ نحذفها هذه الواي، ما حد قالها يعني ما يسبقها حرف الا، فنحذفها ونخلي بدلها واي عندما نجمع. اذا هنا سوري قصه، الحين نريد نقول قصص، فنحذف الواي ونضع بدلها اي فنضيف اي اس، اذا صارت ستوريز هكذا قصص. بارتي، اذا نلاحظ ان الواي سبقها ماذا؟ سبقها حرف البي، اذا سوري حرف التي، سبقها حرف التي، اذا هكذا صارت. ونفس الشيء هذه بتصير تي، طبعا انا تعمدت عشان نخليهن امامكم يعني كيف نغيرهن. اذا الواي الان سبقها حرف التي فنخليها نقلبها اي، فبارتي حفله، نريد نقول حفلات فتصبح هكذا بارتيز. اذا نلاحظ لا توجد الواي، هذه الواي نحذفها نخلي بدلها اي ثم اي اس، بارتيز حفلات. نفس الشيء فاميلي اسره، نلاحظ بأن الواي جاءت بعدها طبعا حرف ال فتصبح هكذا، هكذا تصبح. إذا فاميلي نحذف الواي ونضع اي هنا ثم اي اس، إذا فاميلي أسرة، فاميليز أسر أو عوائل. أما الواي إذا جاء قبلها اي كما هنا نلاحظ اي اي او 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 اي او يو، هذه حروف العله، فنضعها كما هي يعني نخليها مثل ما هي، لانه لو مثلا قلبناها اي بيصيرا كم حرف عله؟ بيصيرا اربعه، فما يصير، ما يصير، نخليها مثل ما هي. اذا قبلها حرف عله نخليها كلها جلسي مثل ما انت، فقط نضيف اس. اذا مانكي كورد واحد، نقول كرود مانكيز، نلاحظ بان الواي ظلت كما هي، فقط نضيف الأسماء الجمع. كي مفتاح قبلها اي وتصبح كيز، مفاتيح كما هي ظلت الواي وضفنا اس. اي عين، نريد نقول عيون ايز، اذا ايز الواي مثل ما هي، اضفنا طبعا من اول موجوده الاي فنضيف فقط اس، نضيف اس. إذا هذا فيما يتعلق بهذه القاعدة. إذا الطالب هنا يقوم بجمع هذه الكلمات هنا كله بالجمع، طبعا يكتبهم بالجمع ويشوف هل يبقيها الواي أم يغيرها. مثلا ذا دونكيز، إذا أبقى على الواي، لماذا؟ لأنه سبقها حرف الإي، فأبقى على الواي وزاد إس. ذا دونكيز الحمير، غيرها من حمار واحد دونكي إلى حمير دونكيز. ار ايتينج ياكل، تاكل ماذا؟ تاكل حمير ستروبيريز، اذا ستروبيري ماذا قبلها؟ الواي قبلها حرف الار، اذا لازم نغيرها الى اي ثم نضيف اس لتصبح ستروبيريز. طبعا ذا بيبي، هنا نلاحظ بانه بيبي، هنا بيبي،
الواي سبقها بي، معناها ما دام سبقها حرف كونسونانت لازم نقلبها ماذا؟ اي. اذا صارت هكذا بيبيز، ذا بيبيز الاطفال، كان طفل هنا بيبي صاروا بيبيز، لايك ذير تويز. طبعا تويز الواي سبقها حرف علة يعني فاول، ما سبقها كونسونانت، فنبقي عليها كما هي ونضيف اس كما نشاهد هنا. ذا بويز طبعا اصلها بوي، اصلها بدو بوي، فنلاحظ بان الواي سبقها او فنبقيها كما هي لتصبح هكذا. بويز ار واتشينج ذا باترفلايز، باترفلاي يعني هنا الواي قبلها ال، فماذا نفعل بها بعدها؟ ما قبلها حرف علة، نقلبها الى اي فنضيف اي اس. اذا ذا بويز ار واتشينج ذا باترفلايز، يشاهدون الفراشات. هذا فيما يتعلق بهذا النشاط، جمع الكلمات التي تنتهي ب واي. هذا طبعا نهاية يونت 3، نلتقي بإذن الله تعالى. هذا طبعا نهاية يونت 2، ونلتقي مع يونت 3 في أمان الله.